لتفاصيل أكثر ينضم إلي مراسلنا من حلب عمار جابر. أهلا بك عمار، وبداية أبدأ معك بهذا التفجير بسيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمال حلب. نعم يسرى، بالفعل ضربت سيارة مفخخة صباح هذا اليوم منطقة الميتم وتحديدا بالقرب من المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي. طبعا هذا الانفجار خلف حتى اللحظة كأحصائية أولية هناك شهيد و18 إصابة تم نقلهم إلى المشافي في المنطقة. طبعا العدد لربما قابل للزيادة بسبب كثرة المجهولين، هناك أشخاص مجهولين كانوا في تلك المنطقة تم نقلهم إلى المشافي، وهناك حالات حرجة جدا في صفوف هؤلاء المدنيين الذين أصيبوا نتيجة هذا الانفجار. طبعا حتى اللحظة هناك كما ذكرت فرق الدفاع المدني تعمل في تلك المنطقة على إسعاف المصابين من أرض تلك المنطقة. طبعا الجدير ذكره بأن المكان الذي تم استهدافه وهو بالقرب من المجلس المحلي لمدينة إعزاز هو منطقة قريبة جدا من السوق الشعبي في مدينة إعزاز، وما يرجح يعني إصابات عدد أكبر من المدنيين، بالإضافة أيضا لارتفاع لربما حصيلة الشهداء خلال الساعات القريبة بحسب مصادر وبحسب الدفاع المدني هنا. طيب عمار، أنتقل معك إلى هذه المظاهرات التي انطلقت منذ أمس الجمعة والمساندة لأهالي محافظة إدلب، هل هذه المظاهرات ما زالت مستمرة بحلب؟ نعم يسرى، يعني يوم أمس شهد ريف حلب عموما الشمالي والغربي وأيضا الجنوبي مظاهرات حاشدة خرج بها مئات المتظاهرين من المدنيين وأيضا الفعاليات الثورية المتواجدة في هذه المناطق. طبعا كانت مطالب هذه المظاهرات هي التأكيد على ثوابت الثورة وإسقاط نظام الأسد، وأيضا استنكرت التهديدات التي من حين إلى آخر تقوم بها ميليشيات أسد الطائفية على أنها ستجتاح مدينة إدلب وأيضا ريفها بالإضافة إلى ريف حلب. بالإضافة أيضا كانت مطالب الأهالي هناك هي يعني الاستنكار أيضا لتصريحات بيمستورا الأخيرة التي صرحها ضد مدينة إدلب والمتواجدين في مدينة إدلب. طبعا كما نعلم اليوم هناك أيضا مظاهرات ستخرج بريف حلب الغربي، لربما تكون هناك ثلاث أو أربعة نقاط ستخرج بها مظاهرات أيضا، وكما ما هي أكد هذه النقاط القائمون على هذه الفعاليات. لم أسمع السؤال. نتحدث عن مكان هذه النقاط التي ستنطلق منها المظاهرات اليوم. طبعا هي نقطتين يعني ما تم تأكيدهم حتى اللحظة في ريف حلب الغربي في منطقة بين لربما تخرج مظاهرة، وهناك أيضا مظاهرة أخرى في بلدة كفر نوران ستخرج لربما ظهر هذا اليوم أو بعد ساعات من الآن. طبعا الوقفات الاحتجاجية أيضا توزعت في معظم المناطق بريف حلب الغربي عموما وأيضا الجنوبي والشمالي للمطالبة كما ذكرت ب يعني الاستنكار بهذه التصريحات، ودعم أيضا الجيش الحر بأن المدنيون المتواجدون في هذه المناطق هم يدعمون الجيش الحر وهم صف واحد وفي خندق واحد وهم أصحاب مصير واحد، ودعموا أيضا الجيش الحر من خلال مساعدتهم في يعني تحصين الجبهات وكل ما يحتاج من تحصينات وتجهيزات لصد هذه المعركة التي لربما تكون كما تصرح يعني ميليشيات أسد الطائفية بأنها باتت قريبة، فالجميع جاهز لصد هذه المحاولة إن حاولت هذه الميليشيات التقدم. بالتأكيد سوف نتواصل معك عمار عند خروج هذه المظاهرات. أشكرك على هذه المعلومات عمار جابر مراسل أورينت نيوز مباشرة من حلب.